أوكي. المجموعة المهمة الثانية من أو طريقة أو مجموعة الطرق الثانية المهمة من الدايركت ميثودز، لساتا بنحكي عن الدايركت ميثودز، أوكي نشامة. أول طريقة مهمة كانت عبارة عن الجاوس إليمينيشن، والطريقة الثانية اللي نطينا عنها في المحاضرة الماضية وأنتم الأصل شفتوها من الفيديوهات السابقة اللي هي الجاوس جوردن. الطريقة الثالثة نشامة وهي مهمة برضو هي عبارة عن الديكومبوزيشن ميثودز. الديكومبوزيشن ميثودز. طيب لو افترضنا يا نشامة انه في عندنا سيستم اوف لينير ايكويشنز وعدد الايكويشنز قديش؟ ان. وجينا كتبنا هالسيستم اوف لينير ايكويشنز بالايكويشن فورمات زي ما هو مبين عندي بهالسيستم هذا، عباره عن هاي ايكويشن 1 وهاي ايكويشن 2 ومشينا فيهن لايكويشن ان اللي هي اخر وحده هاي دي. بالتالي they are system of n equations. And how many variables are there? من x1 ل xn. بالتالي I have n equations with n variables. وهذا السيستم على اللي دارس chapter 1. اوكي نشامة، شو اسمه؟ شو اسم يوم يكون عندي عدد الايكويشنز يساوي عدد الانونز؟ ديتيرمينت. ايوه يلا رغد. رغد. اوكي لك علامه يا منسق، نقطع علامه، اسمه ديتيرمينت سيستم. يوم يكون عدد الايكويشنز يساوي عدد الانونز اسمه ديتيرمينت. اوكي نشامه. ويوم يكون عدد الايكويشنز اكبر من عدد الانونز اسمه اوفر ديتيرمينت. ويوم يكون عدد الايكويشنز اقل من عدد الانونز بنسميه اندر ديتيرمنت سيستم. بالتالي هون كل شغلنا عن السيستم اوف ايكويشنز، كل الشابتر هذا عن الديتيرمنت سيستم. بالتالي هذا السيستم اوف ان ايكويشنز بالايكويشن فورمات، لو اجينا بدنا نكتبه بالماتريكس فورمات بصير اللي هو النموذج اللي بتعرفوه اي اكس از ايكوال تو بي، والاي هي عباره عن ان باي ان اللي هن الكوفيشنز هذول الايز، كل الكوفيشنز اللي عندنا هن الاي، والاكس اللي هن الانونز من اكس 1 لا اكس ان، والبي فيكتور هو الرايت هاند سايد فيكتور اللي هو من بي 1 لبي ان. طيب شو هي الاي؟ هاي الاي اللي هي الكوفيشنت ماتريكس، والاكس الانونز، والبي اللي هي الرايت هاند سايد تبعنا اللي هي بعد اشاره الايكواليتي. طيب هسه يا نشامه في بعض التطبيقات بالحياه العمليه بالريال لايف، اوكي بيكون عندي السيستم تبعي، اوكي اللي هي number of unknowns والcoefficient matrix بيكون in both of the left hand side تبع اللي هو الcoefficient matrix A والnumber of unknowns بيكون ثابت. بس مين اللي بيختلف يا نشامة؟ اللي بيختلف بيكون عندي ال right hand side vector اللي هي B. ال right hand side vector اللي هو بيكون ايش اسمه؟ ال B. وبالتالي هاي التطبيقات بالحياة العملية اللي بكون فيها السايز تبع الماتريكس فيكست، اوكي وبيكون عبارة عن الكوفيشنت ماتريكس، اوكي نشامة برضو فيكست، واللي بيختلف عندي بايش؟ بس اللي هي الرايت هاند سايد هو اللي قاعد بيختلف. اوكي على سبيل المثال، اوكي نشامة الرايت هاند سايد فيكتورز البي بالالكتريكال سيركتس يا نشامه، اللي متذكرين اذا متذكرين الالكتريكال سيركتس، اوكي نشامه هو عباره عن الالجبريك سم اوف اول كرنت سورسز اذا كنا نحكي عن نودال اناليسيس، واللي هو الالجبريك سم اوف اول فولتج سورسز اذا كنا نحكي عن مش اناليسيس. بالتالي الايز بالحاله هاي ممكن تكون عباره عن الريزيستنسز، اوكي نشامه اللي موجوده في السيركت، اوكي والاكسز اللي بيعادل النمبر اوف ميشز او النمبر اوف نودز. بالتالي لجيفن سيركت بيكون النمبر اوف نودز او النمبر اوف لوبس او ميشز ثابت والريزيستنسز ثابته، بس شو احتمال؟ احتمال اجي اغير بالفولتج سورس او بالكرنت سورس اللي عندي،
بالتالي اذا غيرت بالفولتج سورس او الكرنت سورس معناته ايش ايش انا قاعد بغير بمين؟ انا قاعد بغير بالرايت هاند سايد فيكتور تبعي وايل مينتينينج الليفت هاند سايد اللي هي A والاكس. اوكي يا نشامة؟ طيب هسه يا نشامة بهالتطبيقات هاي لو كان تطبيق ال A ثابت والنمبر اوف انونز ثابت والرايت هاند سايد تبع اللي هو ال B قاعد بيختلف. اوكي اللي هي هاي الكيسز اللي بكون فيها الكوفيشنت ماتريكس فيكست والرايت هاند سايد شو ماله؟ قاعد بيختلف. بالتالي اذا رجعنا للجاوس اليمينيشن ميثود، هل احنا في الجاوس اليمينيشن ميثود كنا نعمل كونستراكشن للاوجمانتد ماتريكس A هات ولا لا؟ مظبوط. والA هات هي عباره عن الA وبجنبها مين؟ الB. الB اللي جايها. ماشي مع شباب ولا لا؟ وكنا يوم كنا نطبق الكومون جاوس اليمينيشن ميثود الكومون مش الرير، هل كنا نحول الA ماتريكس within الاوجمانتد الA ماتريكس كنا نحولها لمين؟ لأبر تريانجولر صح؟ ماشي معايا شباب متذكرين ولا لا؟ كنا نحولها لأبر تريانجولر اللي هي الA ماتريكس كنا نحولها لأبر تريانجولر. طيب إذا نشامل A ماتريكس كنا نحولها لأبر تريانجولر كنا نطبق المين اوبريشن تبعتنا اللي هي اي جي ماينس اي جي اي جي اي على اي 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 في اي اي ونحطها محل اي جي اللي هي مرت معنا قلنا لكم هي العمود الفقري تبع الجاوس اليمينيشن. بالتالي اثناء عمليه التصفير لمين او الاليمينيشن للاليمنتس اللي بلود دياجونال في الاي ماتريكس كنا نطبق الاوبريشن هاي اللي حكيت عنها قبل شوي. وبالتالي مع كل تطبيق كان الرايت هاند سايد عندي هل يظل نفسه ولا يختلف؟ لا يختلف دكتور. الرايت لا نفسه. عشان انا بطبق على كل الايكويشن بما فيها مين؟ بما فيها الرايت هاند سايد، اوكي يا نشامه؟ سواء بالايكويشن فورمات او بالاوجمانتد ماتريكس فورمات كنا نطبق على كل الايكويشن على كل الماتريكس. وبالتالي يا نشامه طيب تعالوا معي خلينا نحلل. إذا افترضنا عندي سيستم في الـ A ثابتة زي الإلكتريكال سيركت قبل شوي والرايت هاند سايد قاعد بيختلف، معناته هل أنا كل مرة بدي أحل باستخدام الكومون جاوس إليمينيشن ميثود؟ لو بدي أحل باستخدام الكومون جاوس إليمينيشن ميثود هل بكل مرة قاعد بتتغير معاي البي لازم أعيد الحل من السكراتش ولا لا؟ شو رأيك يا نشام؟ آه دكتور. يعني أنا لو مرة افترضت البي سيرتن فاليوز وحطيت الأوجمانتد ماتريكس طلعتها وبعدين عملت أبر ترينجولر للأي وبعدين غيرت البي لبي ثاني لفاليو ثانية، هل كل مرة في حال المالتيبل بي فاليوز لازم نبلش من السكراتش يعني من الصفر حتى نحول الـ A ماتريكس لمين؟ لأبر تريانجولر ولا لا؟ يس. وبالتالي بالحالة هاي it's a waste of time it's a waste of time. وبالتالي الجاوس إليمينيشن شو بصير؟ بصير غير فعالة أو inefficient. بصير الجاوس elimination inefficient يعني غير فعالة time consuming. طيب شو الحل لهاي الحالات اللي بكون فيها الرايت هاند سايد بتغير زي ما حكيت قبل شوية بيكون النمبر اوف انونز ثابت والA ماتريكس ثابتة، مين اللي بتغير عندي بالسيستمز؟ بس البي. بمثل هيك سيناريوز يا نشامة الجاوس elimination بصير time consuming وبالتالي بصير inefficient. عشان هيك اقترحوا العلماء اللي قبل هيك انهم يستخدموا طرق جديده اللي اسمها decomposition methods. decomposition method هي عباره عن ممتازه جدا for such scenarios، يعني الحاله اللي بكون فيها multiple b values
بتكون الديكومبوزيشن ميثود 100% مناسبه ويل سوتد. ليش؟ عشان النشامه في الديكومبوزيشن ميثود اوكي تعمل سيبريشن او ديكومبوزيشن بتوين مين؟ بتوين الاليمينيشن اوف ماتريكس اي من عن اللي هي التغييرات اللي بتصير على الرايت هاند سايد فيكتور. اوكي وبالتالي نشامه وبالتالي كونه فصلنا الاي وحركاتها الماثماتيكال اوبريشنز عنها اللي بنسويها عليها عن الرايت هاند سايد فيكتور بتصير يا نشامه الديكومبوزيشن ميثودز اوكي تتعامل مع الرايت المالتيبل رايت هاند سايد فيكتور ان ان افيشنت مانر. كيف وليش بس راح نشوف. وبالتالي الديكومبوزيشن ميثود الماتريكس اي هي عباره عن بتكون حاصل ضرب تو ماتريسيز. الديكومبوزيشن ميثود او ميثودز الاي ماتريكس راح نعملها ريفورميليشن از ا برودكت اوف تو ماتريسيز. واحده من الماتريسيز اللي هي ابر تريانجولار ماتريكس اللي هي ابر معناته بسميها يو. ومجرد ما قلنا ابر معناته هذا الفورم تبعها صح؟ هل هذا الفورم تبع الابر ولا لا يا نشامه؟ الابر اللي كل اللي تحت الدياجونال زيروز واللي فوق الدياجونال ما في عليه الليميتيشن. والماتريكس الثاني اللي هي لوور تريانجولار ماتريكس. اللوور تريانجولار ماتريكس هي الماتريكس اللي كل الاليمنتس الابف الدياجونال ذي ار وات؟ زيرو. اول زيروز. وبالتالي في الديكومبوزيشن ميثودز الماتريكس A هي عباره عن حاصل ضرب بين مين؟ بين تو ماتريسيز، واحده U upper triangular اللي هي هاي، واحده L اللي هي lower triangular اللي هي هاي. طيب هسه يا نشامه ركزوا معي، انا قاعد بحكي ال A راح نقسمها لمين؟ راح تصير عباره عن حاصل ضرب تو ماتريسيز، واحده upper وواحده lower. طيب هل حاصل ضرب الماتريسيز يوم اضرب A is equal to UL هل راح تطلع نفس A is equal to LU؟ يعني هل تغيير الاوردر تبع المالتيبليكيشن بيعطيني نفس النتيجه؟ طيب الوضع الطبيعي لا دكتور. يعني لو قلنا تو ماتريسيز A وB هل الA في B يساوي B في A؟ لا دكتور لا. في الماتريسيز لا، اما بالسكيلر 5 ب 6 يساوي 6 ب 5 بس بالماتريسيز لا. طيب بناء على الحكي هذا يا نشامه انا شو قاعد بحكي؟ انا قاعد بحكي انه الاي ماتريكس راح تصير حاصل ضرب تو ماتريسيز. واحده منهم اليو ابر ترينجولر واحده منهم الال، معناته الاوردر تبع المالتيبليكيشن هل بيعمل فرق؟ هل الاوردر تبع المالتيبليكيشن بيعمل فرق ولا لا يا نشامه؟ يس. وبالتالي الاوردر اوف مالتيبليكيشن بين هذول التو ماتريسيز ال واليو بده يولد لي طريقتين للديكومبوزيشن ميثودز. واحده اسمها الدوليتل ديكومبوزيشن اللي بتكون فيها الاي الاي يا نشامه عبارة عن ايش؟ بتكون عبارة عن ال في يو ال في يو. وبالتالي هيها الاي هي عبارة عن اللور تريانجولر في الابر تريانجولر، هاي الاي وهاي اللور تريانجولر وهاي الابر تريانجولر صح؟ هاي واحدة من التو فاريشنز تبعات الديكومبوزيشن اللي هي بالبدايه بنحط ال وبعدين نضربها في اليو. طيب في طريقه ثانيه من الديكومبوزيشن اسمها الكراود ديكومبوزيشن، بالحاله هاي شو بده يصير عندي؟ بدي اقلب الضرب، بدي اقلب الاوردر تبع الضرب، بدل ما هي هون ال في يو راح تصير ايش؟ يو في ال. يو في ال، وبالتالي هون انا عندي المين كونسبت انه لازم اعمل ايش؟ لازم الماتريكس اي هي عباره عن تصير حاصل ضرب تو ماتريسيز.
واحدة من الماتريسيز يو، واحدة من الماتريسيز ال، واحدة upper واحدة lower. بس طريقة الضرب والorder of multiplication كون اليو في ال لا يساوي ال في يو راح يولد لي two variations أو طريقتين ضمن الديكومبوزيشن. واحدة اللي هي A إذا ضربت ال في يو وهي بسميها الدولتل، والثانية إذا عكست المالتيبليكيشن بدل ما هي ال في يو ضربت يو في ال راح تطلع طريقة ثانية من الديكومبوزيشن اسمها كراوت ديكومبوزيشن. وبالتالي لاحظ ال A إذا كانت يو في ال هاي ال A ماتريكس اللي من الاشتقاق اللي قبل شوي، وهاي ال upper مضروبة في مين؟ في اللور. وبالتالي نشامة هل عبارة عن هيك بيكون غطينا الاحتمالين الاثنين ولا لا؟ مظبوطة. في أي احتمال ثالث؟ لا، عشان يا أما ال في يو يا أما يو في ال. وحتى نشامة طيب هسه نشامة إذا بنيجي على النمبر of independent elements اللي بنقدر نوصف من خلاله any lower triangular أو upper triangular of size n by n، هذا ناقشناه في المحاضرات الماضية ولا لا؟ يوم أخذنا upper triangular أو lower triangular ما ناقشناه ولا ناقشناه يا نشامة؟ شباب مر علينا هذا الحكي؟ دكتور ناقشناه. هذا ناقشناه ولا لا؟ بالتالي إذا كان في عندي upper triangular matrix أو lower triangular، لو كان عندي L أو U قديش يعني لو افترضنا تفرجنا على هاي الماتريكس اللي هي اليو أو افترض تفرجنا على مين؟ على اللي هي إيش؟ ال L. أوكي نشامة لاحظ عندي من U11 لUNN وكل اللي فوقها هذا independent unknowns صح؟ هاي وين؟ في اليو. وفي الال عندي الدياجونال وكل اللي تحتي هذي ار unknowns، بينما في الابر كل البيلو they are what zeros، وفي اللور كل الابف they are zeros صح؟ ماشي مع شباب ولا لا؟ طيب قديش النمبر of independent elements اللي ممكن يعمل اللي full description لمين؟ for any lower triangular أو upper triangular matrix of size n by n. احنا في المحاضرات الماضية قلنا يا نشامة total number of elements في أي matrix of size n by n قديش؟ مش n squared؟ قديش إذا كان عندي ماتريكس سايز n by n قديش التوتال نمبر اوف اليمنتس اللي بوصف منها؟ هل هي n سكوير؟ n سكوير. طيب إذا سحبنا من ال n سكوير اللي هي الدياجونال هل بصير الدياجونال عدد n؟ ماشي مع شباب ولا لا؟ بالتالي n سكوير ماينس n هل هي مجموع الاليمنتس اللي فوق الدياجونال واللي تحت الدياجونال بس بدون الدياجونال ولا لا؟ هذا العدد مضبوط دكتور صحيح. هذا عباره عن مجموع الاليمنتس اللي في اي ماتريكس n باي n اللي فوق الدياجونال واللي تحت الدياجونال بس بدون الدياجونال، عشان انا قلت n سكويرد اللي هي التوتال نمبر ماينس n اللي هي على الدياجونال، معناته هذا مجموع كل اللي فوق وكل اللي تحت. طب انا لو بدي اللي فوق او اللي تحت هل لازم اقسم على اثنين؟ صح ولا لا؟ طبعا. طيب انا قسمت على اثنين معناته حصلت على الاليمنتس اللي فوق الدياجونال او الاليمنتس اللي تحت الدياجونال صح؟ طيب انا نشامة معناته اوجدت فعليا مثلا من اليو 11 ليو 1n واحدين نزلت لهون للاليمنت اللي فوق اليو ان ان. طيب معناته انا وجدت اللي فوق مين؟ اللي فوق الدياجونال او وجدت بالماتريكس هاي اللي تحت الدياجونال، بس لاحظ انه اللور او الابر هاي اللور او هاي الابر انا وجدت
اللي فوق او اللي تحت حتى اوصفها كلها، هل لازم اضيف اللي على الدياجونال ولا لا؟ شو رايكم يا شباب؟ مش قلنا عدد الدياجونال عباره عن ان؟ شباب معاي ولا مع الثانيين؟ معك معك دكتور، مظبوط. طيب معناته انا يا نشامه هاي الفورمولا هاي شو تساوي؟ ان سكوير ماينس ان اوفر 2، هذا يساوي عدد الاليمنتس اللي فوق الدياجونال او عدد الاليمنتس اللي تحت الدياجونال. طب في اي لور تريانجولر او ابر؟ هل انا عندي بس ابف او بلو ولا عندي كمان اللي على الدياجونال؟ برضه في اللي على الدياجونال. برضه على الدياجونال، على الدياجونال قديش عددها؟ N. وبالتالي يا نشامه هل هذا المجموع يساوي عدد الاندبندنت اليمنتس اللي في اي ابر تريانجولار ماتريكس او اي لور تريانجولار ماتريكس؟ يس اور نو؟ هذا yes. بيعطيني عدد الاليمنتس اللي في اي ابر او لور ولا لا؟ يس طيب تعال اعمل شوية مانيبوليشنز، اعمل شوية مانيبوليشنز. اوكي نشامة، وبدنا نوحد المقامات ونشتغل فيها. إذا هاي بعملها شوية بروسيسنج بطلع معاي هذا التير ان سكوير بلس ان ديفايدد باي 2. طب طلع ان عامل مشترك منها، شو بطلع معك؟ ان في ان بلس 1 ديفايدد باي 2. هذا مين؟ هذا عدد الاندبندنت اليمنتس اللي في اليو او في القلب، صح؟ اللي في هاي او في هاي. طيب يا نشام اتفقنا لحد هون انه عدد الاندبندنس اليمنتس اللي هن اليوز اللي عندي هذول او الالز اللي عندي هذول اللي هن انا مش عارفهم، انا عندي بكون معطمين الاي ماتريكس از جيفن، بس هذول اليوز والالز they are unknown، انا بدي اوجدهم بطريقه معينه. بالتالي قديش عدد اللي في اليو او في الال هيو؟ معناته لو انا جمعت التوتال نمبر اوف اليمنتس اللي في اللور واللي في الابر، هل لازم اعمل السميشن؟ يعني لازم اقول هاي اللي هاي زائد باللور زائد نفسها وين؟ في الابر، صح؟ صح 100%. مع الشباب ولا لا؟ دكتور صح. بالتالي انا عندي في اللور او الابر هذا هو. طب انا بدي اجمع الاليمنتس اللي في اللور والاليمنتس اللي في الابر، معناته هاي نفسها في اللور ونفس العدد راح يكون في الابر، تعال اجمعوهن شو راح يطلع التوتال؟ راح يطلع عندك ان سكويرد بلس ان. يعني في حد زياده؟ مش حد، اللي هو هذا الان زياده، صح؟ مظبوط دكتور. فتطلع طيب بس ركزوا معي شو بدي اياه. انا عندي هاو ماني انونز، انا ركزوا معي، انا الهدف من كل شغلتنا يا نشامة انه جيفن اي، جيفن اي اللي عندي اللي هي هاي الاي ماتريكس، بدي من خلال الاي وبروسيجر معينه اطلع الاليمنتس تبعات ال واليو، سواء في حاله الدوليتل او في حاله الكراود، سواء ضربت ال في يو او ضربت اليو في ال، صح؟ بالتالي انا الاي اللي عندي هاو ماني انون، هاو ماني اليمنتس فيها؟ ان سكويرد. وهون عندي هاو ماني اليمنتس عندي بالال هيها ان سكويرد بلس ان اوفر 2، وفي اليو برضو ان سكويرد ان في ان بلس 1 اوفر 2. يجينا جمعناهم طلع عندي عدد الانونز اللي في وين؟ اللي في الال زائد اليو، اللي هن هذول الانونز الالز زائد عدد الاليمنتس اللي في اليوز، قديش مجموعه؟ ان سكويرد بلس ان. طيب هسه احنا يا نشامه يوم نساوي ماتريكس ايكواليتي، ماتريكس ايكواليتي عندي ماتريكس لو قلنا A يساوي B، شو اللي بنسويه؟ كل اليمنت يعني بناخذها على مستوى الاليمنت، صح؟ بنقول AIJ is equal to BIJ، صح؟ مظبوط دكتور. For A for all I و J اللي موجودات عندي من واحد لأن ومن واحد لأن،
إذا افترضنا الماتريكس سكوير. وبالتالي أنا يوم بدي أسوي الـ A is equal to L theta. الـ A يوم أساوي الـ element equality. الـ A يوم أساوي الـ element equality. هل معناته A11 راح يطلع لها معادلة؟ دكتور. A12 راح يطلع لها معادلة ثانية. لحد آخر شيء ANN راح يطلع لها معادلة. معناته what is the total number of equations اللي بيطلع من الايكواليتي هاي؟ النمبر هل n squared اللي هي عدد الاليمنتس ولا لا؟ n squared راح يطلع عندي عدد الاليمنتس اللي بيطلع من الايكواليتي. اوكي التوتال نمبر اوف ايكويشنز راح يطلع عندي n squared. واضح لحد هسه يا هشام ولا في ناس صارحه معها؟ بالتالي انا يوم اسوي اي ماتريكس ايكواليتي، خليني اجي اخذكم على ال هون. لو افترضنا هاي الماتريكس اسمها A وهاي الماتريكس اسمها B، أول شرط يوم يكون في إيكواليتي لتو ماتريسيز، شو هو أول شرط لازم يكون عندي؟ هل السايز لازم يكون نفسه؟ طبعا لازم يكون نفسه. يعني هاي، طب هاي فيها how many elements؟ n سكوير. وهاي فيها n سكويرد elements ولا لا؟ طيب الـ A معناته A11 A12 لحد مين؟ A1N. A21 A22 لحد مين؟ A2N. وإذا مشينا فيها لحد آخر رو وين بنروح؟ لحد وين؟ صح، هاي عددها يا نشامة قديش؟ هل هو N سكويرد ولا لا؟ مزبوط. طيب نيجي نكتب الـ B، هل الـ B راح يكون similar condition ولا لا؟ راح يكون B11 B12 لحد ايش؟ B1N. وإذا مشينا فيها لآخر رو راح تكون BN1 BN2 لحد وين؟ طيب معناته أنا يوم أسويهم ببعض هل بقول A11 is equal to B11 ولا لا؟ يعني بس يوم أساوي الإيكواليتي يا نشامة بصير عندي comparison اللي هي AIJ is equal to BIJ، صح؟ يعني هذا يساوي هذا واللي بجنبه يساوي هذا ولا لا يا نشامة؟ نفس الإندكس. وبظني ماشي اخر واحد هون يساوي وين؟ ها، وبعدين لو رحت لاخر رو ها شو بده يساوي؟ نفس الترتيب تبعه في الماتريكس الثانيه، وهذا راح يساوي هذا في الماتريكس اللي بعديها او الثاني، وهذا اخر اليمنت راح يساوي هون، صح؟ معناته انا راح يطلع عندي من A11 تساوي B11 لحد وين؟ اخر ايكويشن ANN تساوي BNN، صح؟ معناته how many equations did I get؟ n سكوير. هل n سكوير ولا لا؟ ماشيين معي شباب؟ ما هو انا عندي aij، مش قلنا لكم aij is equal to bij؟ والi شو الاندكس تبعها؟ من واحد لان، والj معناته يوم تيجي تحسب الاحتمالات بيطلع معك n by n، وبالتالي بيطلع n سكويرد اللي هن بعدد الاليمنتس تبعاتي، مش قلنا عدد الاليمنتس n سكويرد؟ معناته لازم يكون من كل الاليمنتس ده سير، وبالتالي عدد الاليمنتس قديش؟ n سكويرد. واضح لحد هون؟ اي سؤال لحد هون يا نشام؟ اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال يا نشامه؟ نرجع للماتيريال. معناته بناء على الحكي هذا التوتال نمبر اوف ايكويشنز اللي راح احصلها من الماتريكس هاي من الايكواليتي A is equal to LU في الدولتل، او من الايكواليتي هاي وين؟ في الكراود. ها
هل راح يطلع n squared equations ولا لا؟ دكتور ماشي مع شباب ولا لا؟ معك هسه معناته انا عندي n squared equations. طب وقديش total number of unknown elements؟ n squared plus 1. هل عدد الانونز يساوي عدد الايكويشنز؟ لا. مين الاكثر؟ الانونز. الانونز. بالتالي هون يا نشامة يوم يكون عدد الانونز اكثر، اوكي هاي بقول لك the number of equations is less than الانونز باي قديش؟ باي n. بالتالي السيستم هذا شو بنسميه؟ under determined. وكونه under determined راح يكون له infinite number of solutions. solution. اوكي infinite number. طيب كيف انا بقدر احوله من under determined لdetermined؟ لو جيت افترضت ال n unknowns الزياده، افترضت ان انا values من عندي، هل ال n هاي بتطير ولا لا؟ اذا افترضت values انا بحطهن لمين؟ للزياده هاي اللي عددها قديش؟ n تنقص واحده. هل بصير عندي n squared unknowns مع n squared equations ولا لا؟ مزبوط دكتور. معناته برجع السيستم شو ماله؟ determinant. determined. برجع السيستم determined يا نشامه، اوكي؟ وبالتالي هسه احنا ال n هاي النشميه منين اجتنا؟ وجع الراس. diagonal. من الدياجونال. معناته وداوني بالتي كانت هي الداء. كيف؟ بقول لك بدو لتر ديكومبوزيشن. ادو لتر شو هو؟ هاي اللي هي A is equal to L في U. بقول لك في الدو لتر بنفترض كل ال L elements اللي على الدياجونال they are unity. يعني هذول كل ال اللي في الدولة الهون نفترض ان ايش؟ L11 L22 لحد LNN شو بنفترضهن؟ واحد 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 كلهن يونيتيز. قديش عددهن الفرضيات اللي افترضناهن؟ How many elements؟ N ولا لا؟ N دكتور. معناته هل رجع عندي زي ما حكينا n equations with n unknowns ولا لا؟ رجع عندي determined system n equations with n unknowns. هذا وين؟ في الدولتل. بالتالي بالدولتل نفترض كل الالز اللي على الدياجونال they are equal to what؟ هيها unity اللي هي بين قوسين هون all diagonal elements of L matrix is unity اللي هي مين؟ الماتريكس هاي هاي الز كل الالز هذول على الدياجونال ال اي اي لاي من واحد لان كلهن يونيتيز. طيب بنيجي هسه بنروح للثاني النوع الثاني اللي هو الكراوت. الكراوت بقول لك على العكس، افترض اليوز هن عباره عن مين؟ هن اليونيتيز، وبالتالي اول دياجونال اليمنتس اللي على اليو ماتريكس هي اليونيتي. طيب حتى ما ننسى ويصير فينا عو مو، احنا في الدولتل مش قلنا ال A is equal to L في U صح؟ هاي وبالتالي افترضنا ال L's هن عبارة عن اليونيتيز في الدولتل، وفي الكراوت افترضنا ال A U في L، وبالتالي هاي الماتريكس مالتيبليكيشن. وبالتالي بالحالة هاي افترضنا مين؟ افترضنا كل اليوز في الدولتل، سوري في الكراوت، في الكراوت افترضنا كل اليوز في الكراوت عباره عن ايش؟ they are unities. طيب معناته هل من هون يا نشامه احنا بنستنبط رول؟ هل احنا وين افترضنا؟ افترضنا في هاي المالتيبليكيشن هون الالز unities في الدولتل، افترضنا في الكراوت اليوز كلها unities. معناته هل بنقدر نفهم الباترن اللي عندنا دون ما نيجي نبصم؟
معناته هل الماتريكس اللي انا ببلش فيها المالتيبليكيشن سواء هاي ولا هاي بحط الدياجونال اليمنتس فيها يونيتيز هو عباره عن الاسامبشن اللي بريح لي من الان اليمنتس الزياده ولا لا؟ واضح بحكي يا شامه؟ مش قلنا احنا في عندنا ان اليمنتس زياده في الدوليتل وين افترضناهن؟ على هذول على الالز وفي الكراوت افترضناها وين؟ على اليوز. بالتالي معناته وين لو ما جيتش لو ما عرفتش انه الاي از ايكوال تو الف يو بس اعطيتك هاي الماتريكس معناته يا نشامه الماتريكس اللي بتكون من الليفت سايد اللي هي الال او اليو الماتريكس اللي بتكون على الليفت هاند سايد هي اللي بنفترض فيها الدياجونال اليمنتس هي عباره عن ايش؟ يونيتيز. وضحت القاعده يا نشامه؟ وضحت القاعده؟ بالتالي انا عندي مره ال في يو ومره يو في ال حتى ما تخربطش، احنا كنا افترضنا ايش على الدياجونال بس يمكن واحد منكم يصير يقول عوم او انا بدي شو بدريني بخربط هي على ال ولا على اليو؟ ما احنا في عندنا وحده ال في يو في عندنا وحده يو في ال، بالتالي الماتريكس اللي بتبلش فيها المالتيبليكيشن من الليفت هاند سايد هي اللي بتحط فيها اللي على الدياجونال اليمنتس قديش؟ يونيتيز. وضحت القاعده يا نشامة؟ وضحت القاعده يا شباب؟ اي سؤال؟ وضحت القاعده ولا في حدا منكم عوم او؟ دكتور تفضل. يعني هلا ال بس اغلبك تفتح على شو اسمه على الماتيريال. طيب هلا بالنسبه للدوليتل اللي هي ال 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 في يو هاي تمام هلا بحط مكان اللور هي مين بنبلش فيها؟ هيا ال ضرب يو مين المالتيبليكيشن من الليفت هاند سايد؟ ال وبالتالي بنيجي بنحط ال 1 1 1 ال 2 2 1 لحد ال 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 1 بينما في الكراود شو القاعده عندنا؟ يو في ال مين بنبلش فيها المالتيبليكيشن؟ اليو. بالتالي بنيجي بنقول يو 1 1 1 يو 2 2 1 لحد يو ان ان 1 وبالتالي القاعده بدون ما تبصم ولا تضيع حالك اللي بتبلش فيها المالتيبليكيشن هي الماتريكس اللي بتحط فيها الدياجونال اليمنتس يونيتيز. هل هي قاعده ولا لا؟ صح ولا لا؟ مش هذا هو هذا اللي حكيناه هون هذا هو اللي حكيناه هون بقول لك بالدوليتل بتحط الالز يونيتيز وفي الكراوت بتحط مين؟ اليوز اللي على الدياجونال. وبالتالي هي بالدوليتل الالز وين كاينه؟ هي اللي بنضرب فيها في البدايه، وفي الكراوت اليوز هي اللي بنضرب برضه فيها في البدايه، بالتالي الماتريكس اللي بتبلش فيها المالتيبليكيشن في البدايه سواء ال او يو هي اللي بتحط فيها الدياجونال اليمنتس يونيتيز. اوكي يا نشامه؟ وبالتالي بتحول السيستم اللي عندك لسيستم اوف ان انونز وذ ان سوري ان سكويرد انونز وذ ان سكويرد ايكويشنز. صح؟ واضح يا مفيد؟ تمام دكتور. وضحت يا نشامه؟ ما في داعي للبصر. احنا عندنا يا اما يو ال او ال يو. مين بنضرب بالبدايه؟ هي اللي بنحط عليها الدياجونال يونيتيز. ال في يو معناته على ال. يو في ال معناته بنحط على اليو. وضحت؟ ما في داعي تبصم. ما في داعي تخربط حالك. اي سؤال يا نشامه؟ طيب خلينا نكمل. هسه خلينا نبلش في الدوليتل ديكومبوزيشن. الدوليتل زي ما قلنا عندنا سيستم AX is equal to B. وفي الدوليتل قلنا الـ A is equal to what؟ L في U. طيب مش قلنا الـ A is equal to L في U؟ طيب إذا إجينا مسكنا الـ A اللي هي قيمتها إيش؟ L في U وعوضنا الـ L في U محل الـ A هون. مش A تساوي L في U؟ تعال امسك الـ A اللي هي L في U وحطها محل وين؟ هون. وبالتالي هينا جبنا الـ A حطينا محلها إيش؟ L في U. AX is equal to B. معناته يا نشامة هل حصلنا نتيجة الضرب على السيستم هذا؟ صح ولا لا يا نشامة؟ صح ولا لا يا نشامة؟ بالتالي يجينا الـ A هيها
اوكي عوضنا محلها الالف يو في مين؟ في اللي هي الدولتر، وبالتالي حطينا الـ A اللي هي الف يو في اكس از ايكوال تو بي، وبالتالي حصلنا على الماتريكس هاي. طيب هسه هاي عباره عن ماتريكس فيها الال وفيها اليو وفيها الاكس وفيها البي. طيب يا نشام هسه لو يجينا افترضنا الماتريكس هاي اليو في اكس، افترضناها انذر ماتريكس اللي هي دي، يجينا مسكنا اليو في اكس افترضناها عباره عن ايش؟ دي. معناته اذا بنحط محل اليو اكس دي، حط محل هاي دي، هل بيصير عندك ال في دي از ايكوال تو بي؟ شباب ماشيين معاي ولا ضعتوا؟ الو معك واخر بحكيه ولا صرتوا تطلسموا؟ بعيد مره ثانيه، مش قلنا في الدوله ال A is equal to L U والسيستم الاصلي شو هو؟ A X is equal to B. تعال امسك ال A هاي وحط محلها L U، بالتالي اذا حطينا محل ال A هاي L في U بصير L U في X is equal to B. هاي ماتريكس بس بدل التعويض A is equal to L U. طيب هسه هاي نشامة هاي الماتريكس الجديدة حاصل ضرب 3 ماتريسيز L و U و X. إذا جينا مسكنا ال U في X سميناها D، هاي حط محلها D، معناته هاي ال U X is equal to D وحطينا محل ال U في X D، هل بصير L في هاي اللي سميناها D is equal to B؟ صح؟ يعني هاي كلياتها بنحطها دي، معناته هل سوري بس هاي يجينا حطينا محل هاي دي، معناته صار عندي هل ال دي از ايكوال تو بي اللي هيها، وبالتالي صار عندي ايش؟ صار عندي نشامة تو سيستمز، هذول تو سيستمز، هذول السيستمز. اوكي نشامة لاحظوا السيستم هذا الاولاني في اليو والسيستم الثاني في الال، صح؟ طيب هسه نشامة اي سيستم اذا كان في عندي ماتريكس اما ابر او لور، هل بقدر احله دايركتلي عن طريق السبستيوشن بروسيس ولا لا؟ شو رايكم؟ احنا في الجاوس اليمينيشن شو كنا ننتهي؟ مش كنا نحول الـ A لأبر تريانجولر؟ مظبوط دكتور. وبعد ما حولناها لأبر منين كنا نبلش الحل؟ من آخر آخر هو. من آخر ونرجع لفوق، صح؟ صحيح. طيب معناته يا نشامة مجرد ما كان عندك أي نوع من الماتريكس سواء لور أو أبر، أوكي نشامة، هل في داعي تحل سيستم اوف ايكويشنز ولا دا هي جاهزة للسبستيوشن بروسيس؟ لا جاهزة دكتور. جاهزة، بالتالي ركزوا معي، عندي هون تو سيستمز، هذا السيستم الأصلي حولناه طلعنا منه تو سيستمز، أول واحدة يو إكس إز إيكوال تو دي والثانية إل دي إز إيكوال تو بي. طيب هسه هاي عندي ال لور تريانجولر، معناته اذا بدي اوجد الدي فيكتور منين ببلش الحل؟ من اول رو ولا من اخر رو؟ كيبينج ان مايند انه عندي هون لور، من اول رو؟ من اول رو بيكون في بس سنجل اليمنت انون وبعدين بنزل للثاني لحد الاخير، وهذا مذكرنا بالرير جاوس اليمينيشن، صح؟ صحيح. بالتالي انا عندي هون يا نشامة لاحظ ال B هل هو given من السيستم اللي عندي؟ ال B اللي هو الرايت هاند سايد هذا given ولا لا؟
مش احنا كنا السيستم الاصلي عندنا x is equal to b، هذا given، ال a is known وال b is given، وهذا هو عبارة عن unknown اللي بدي احله. بالتالي ال a is given numerically وال b is given numerically، ومين ال unknown؟ x. بالتالي ركز معي، ال b هل هي known numerically؟ اه دكتور معروفة. معروفة. طيب الدي هل هي نون؟ لا، لحد هسه ما حليناها. بس هل عبارة عن الال انا بكون اوجدتها من اول مرحلة اللي هي الديكومبوزيشن؟ انه جيفن الاي في الديكومبوزيشن فيز بوجد الماتريسيز الال واليو، وبالتالي بدنا نفترض هون يا نشامة انه الديكومبوزيشن فيز مجرد ما خلصتها بوجد بوث ماتريسيز الال واليو. بالتالي انا هون ال B is given وال L is determined from the decomposition phase، هاي معناته هل من خلال الايكويشن هاي بقدر اطلع ال D فيكتور؟ دكتور بقدر. طيب بعد ما نطلع ال D هل بقدر ارجع للسيستم هذا؟ بقدر. طيب هسه ال D حليناها من هون، وال U طلعناها من الديكومبوزيشن فيز اللي هي هاي، معناته الدي از جيفن واليو از جيفن، مين صفى عندي النون؟ الاكس. ومش هذا هو مربط الفرس اللي انا بلحق وراه حتى احله ولا لا؟ مظبوط دكتور. وضحت يا نشامة، خلينا نعيدها مره ثانيه. قلنا عندنا سيستم اصلي اللي هو اي اكس از ايكوال تو بي، وفي الدولتل الاي بعملها ديكومبوزيشن انتو as a product of two matrices L في U. بالتالي في الديكومبوزيشن فيز given A بقدر اوجد ال L وال U numerically. طيب معناته صفى عندي، انا اذا اوجدت ال L واوجدت ال U وال B is given، حولنا السيستم اللي قبل شوي اللي هو هذا اوكي لا two systems، واحد فيه upper triangular واحد فيه lower triangular. اوكي يا نشامة، بالتالي لا تنسى انه افترضت انا ال L is given وال U is given وال B is given، يعني ال B is given from the statement problem statement، وال L وال U انا وجدتهم من ال decomposition phase من خلال ال A. طيب اذا افترضنا انه B و L و U موجودات وعندي هذول التو سيستمز، منين لازم ابلش؟ هل لازم ابلش بهاي الايكويشن ولا بهاي؟ لا الثاني دكتور، لازم ابلش من الثاني. ال B is given وال L is determined from the decomposition، من خلالها بقدر اوجد مين؟ ال D دكتور. ال D. طيب اذا وجدت ال D برجع للايكويشن هاي، D is determined from this stage will you from the decomposition، هل بقدر اوجد الx؟ دكتور بقدر. معناته يا نشامة شو الموتيفيشن اللي احنا حكينا عنه بداية ال decomposition methods؟ قلنا ال decomposition method ممتازة اذا بدك multiple right hand side vector، اذا تغير ال right hand side vector. بالتالي يا نشامة هون راح نشوف هسه بعد شوي انه شو المراحل اللي بتتكون منها الدوليتل ديكومبوزيشن. اول مرحله من مراحل الدوليتل ديكومبوزيشن اللي هي الديكومبوزيشن فيز. شو الديكومبوزيشن فيز؟ الديكومبوزيشن فيز بقول لك لازم الاليمنتس تبعات ال L وال U نحسبهم ونطلعهم. بالتالي given A we should find the elements تبعات ال L وال U. وضحت؟ هاي الديكومبوزيشن فيز اللي بعمل للماتريكس A ديكومبوزيشن انتو تو ماتريسيز ال L وال U، وبالتالي given A في الديكومبوزيشن فيز لازم نحسب ال L وال U اللي هي زي ما حكينا قبل شوي، هاي اعطيناكم اياها قبل شوي A is equal to L U، وهي ال A وهي حصل الضرب ال L في ال U، وافترضنا هذول ال L شو مالهم؟ كله يونيتيز. طيب بناء على الحكي هذا معناته انا في الديكومبوزيشن فيز شو بوجد؟ بوجد الاليمنتس تبعات اليو والاليمنتس تبعات ال L.
طيب بروح بعد الديكومبوزيشن فيز. اوكي نشامة، او في ملاحظة هون مهمة، هاي مهمة جدا يا نشامة، انه انا يوم عملت الديكومبوزيشن فيز of matrix A into a product of two matrices L multiplied by U، هل هون دخل عندي ال B اللي هو الرايت هاند سايد؟ قاعد شايفين الرايت هاند سايد هون؟ ما لنا فيه، انه دخل فيه ولا شايفينه؟ هيا A is equal to L في U، بالتالي هل في ذكر للرايت هاند سايد B vector؟ No. بالتالي بقول لك it's to be noted that the decomposition phase is independent of a right hand side vector. إلها دخل؟ لا. Independent. هاي مهمة جدا. ما لهاش دخل يا نشامة. أوكي نشامة. طيب. بعد ما نخلص the decomposition phase ونوجد ال U وال L. ورح نشوف كيف طريقة إيجادهم. لا تخافوا. كل راح يجيكوا. أوكي. بالتالي بنروح لل substitution phase. وهاي substitution phase تتألف من مرحلتين. مرحلتين. بنرجع لهون. قلنا احنا افترضنا اليو والال is determined من هون من الديكومبوزيشن. والبي is given. بالتالي وين لازم ابلش؟ هل ببلش بالايكويشن هاي ولا بالايكويشن هاي؟ ببلش هون. ليش ببلش هون؟ شنو بي is given والال is determined from the composition. بوجد مين؟ الدي. وبعد ما اوجد الدي بطلع على الايكويشن هاي. الدي از جيفن واليو از جيفن، بوجد من خلالها ايش؟ الاكس. طيب حكينا قبل شويه انه هل هذا يمثل سيستم اوف لينير ايكويشنز ولازم احله باستخدام الجاوس اليمينيشن من اي تو زد، ولا عباره عن انا هون في عندي ابر تريانجولر وهون في عندي لور تريانجولر، وبالتالي السيستم هذا زائد السيستم هذا جاهز لعمليه التعويض فقط؟ هل في اي elimination process؟ لا دكتور ما في. هذا جاهز، بقول لك انا هاي عباره عن صارت upper triangular وهاي lower، وبالتالي ما علينا غير عمليه التعويض، عشان هيك بدنا نوجد الدي. اوكي نشامه، راح يكون طريقه ايجاد الدي بناء على substitution phase، او يوم بدنا نوجد الاكس برضه بناء على ايش؟ على substitution phase. طيب احنا قلنا بنبلش بهاي، هاي يوم نبلش بهاي حتى نوجد، بقول لك ايش؟ بدنا نوجد الالمنتس تبعات الدي من خلال الايكويشن هاي ال دي ايكوال تو بي. طب الال، الال كيف هي يا نشامه؟ وين الرو هيها؟ وين الرو اللي فيه الماكسيمم نمبر اوف زيروز؟ فيرست رو. فيرست رو، معناته هل بدي اوجد دي 1 من اول رو ودي 2 من ثاني رو ودي ان من اخر رو ولا لا؟ معناته أنا ماشي، هل هي فورورد ولا باكورد؟ لا فورورد. فورورد، وبالتالي من خلال البروسيس هاي بوجد الدي. طيب بعدين بنروح للنكست فيز اللي هي هاي يو اكس از ايكوال تو دي. النكست فيز اللي هي يا شباب هو مكتوب عندك، هي ال دي از ايكوال تو بي، وبالتالي هاي ال ال وهي الدي اللي هي انونز وهي البي. البي از جيفن وال ال از فاوند فروم ذا كومبوزيشن، بالتالي بوجد من خلالها مين؟ الدي. وويف كيف بوجد؟ بوجد اول شيء دي 1 بعدين دي 2 بعدين دي ان، معناته عشان هيك قلنا فورورد سبستيوشن. طيب النكست فيز بدنا نوجد نحل الايكويشن الثانيه اللي هي يو اكس از ايكوال تو دي. الدي وجدناها قبل شوي واليو من الديكومبوزيشن، من خلالها بوجد مين؟ الاكس. طب هاي السيستم، هاي الدي اللي حليناها قبل شوي وهاي الاكس الانونز وهاي اليو، وين الاليمنت او وين الرو تبع الماتريكس هاي اللي فيه الماكسيموم نمبر اوف زيروز؟ اللي هو اخر رو. اخر رو، معناته هل بدي احل اول شيء دي ان بعدين اللي قبليه وبنتهي اخر شيء بدي 1؟ مزبوط. معناته هل معناته اسمها باكورد سبستيوشن ولا لا؟ زي القوسين. ومن خلالها هل بوجد الاكسز اللي عندي؟ صح، بوجد الانونز اللي عندي اللي هي تبعات السيستم الاصلي. اي سؤال لغايه الان يا نشامه؟ اي سؤال لغايه الان يا نشامه؟
بالتالي بعيد. خلنا نعيد على الدكم اللي هي دولتل. قلنا AX is equal to B، وافترضنا في الدولتل A is equal to LU. بنيجي بنعوضها هون وبنطلع two system of equations. UX is equal to D، هذا افترضنا احنا. وبعدين يوم نحط محل UX is equal to D بصير LD is equal to B. بالتالي عندنا هون system of two systems of linear equations. بس هذول سهلات، ليش؟ عشان هون في عندي upper triangular وهون في عندي lower، وبالتالي هذا ما بلزم حل زي حل السيستم اللي بنعرفه، هذا عبارة عن مباشرة بتخش فيه بالحل على substitution phase، صح؟ طيب معناته كيف خطوات حل الدولتل؟ أول مرحلة اللي هي decomposition. decomposition given الـ A، من خلالها بنوجد الإلمنتس تبعات الـ L والـ U من خلال الإكويشن هاي. وقلنا لك هون يوم نوجد بنحط L11 و L22 كونها أول شيء بنبلش فيها لحد الآن واحد. وبالتالي هل الديكومبوزيشن independent of the right hand side vector B؟ Yes. طيب بعد ما نسوي نوجد الـ U ونوجد الـ L، برجع لمين؟ برجع للـ two equations هذول، وببلش بمين؟ بال دي از ايكوال تو بي، بي از جيفن تو اس، والال وجدناها قبل شوي، بحل مين؟ بوجد الدي. وبالتالي اذا بنتفرج هون يا نشامه، هاي ال دي از ايكوال تو بي، معناته ببلش بوجد مين؟ اول شيء في البدايه دي 1، واخر شيء بوجد مين؟ دي ان، معناته هل هو هذا فورورد سبستيوشن ولا لا؟ يس. بعد ما اوجد الدي بروح للنكست سيت اوف ايكويشنز اللي هي هاي. UX is equal to D. الD هذا وجدته قبل شوي دفناها هسه هي. وبعدين الـ U هاي وجدناها من الـ decomposition. معناته هل هون بحل الـ X ولا لا؟ يس. طب منين ببلش الحل للـ X's؟ هل ببلش بـ XN من آخر رول في maximum number of zeros وبرجع لـ X1 ولا لا؟ عشان هيك سميناه backward substitution. أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال؟ أي سؤال يا نشام؟ طيب هسه نشام هاي equations مش راح أطالبكم فيها، أوكي هاي equations مش راح أطالبكم فيها، هاي لغايات البرمجة إذا بدنا نبرمج على الكمبيوتر، أوكي أي programming aspects هاي مش راح أطالبكم فيها، أوكي نشام عشان هاي يعني حتى أشرحها بصير فيها عو ومو، اوكي وبالتالي احنا راح نشوف اللي هي بعض الطرق اللي بدون ما نعوض هاي الايكويشنز، اوكي ان شاء الله سوري بدون ما نعوض هاي الايكويشنز راح نشوف بعض الطرق اللي موجوده بالنكست لكتشر ان شاء الله، حيث انه نوجد الاليمنتس تبعات اليوز وتبعات الال بدون ما نورط حالنا بسج كومبليكيتد كالكوليشنز. طيب هسه بقول لك في ملاحظة من حيث الكمبيوتيشنال بيردن، يعني العبء الحسابي على الالجوريثم، بقول لك الدولتل الالجوريثم بيحتاج نفس عدد الارثمتيك اوبريشنز زي مين؟ زي الجاوس، والجاوس مر معنا انه ان كيوبد اوفر 3. والجاوس مر معنا قبل محاضرتين انه عدد الاوبريشنز هي عبارة عن ان كيوبد اوفر 3. بالتالي كعبء وزمن ونمبر اوف كالكوليشنز الدولتل هي عباره عن مشابهه لمين؟ للجاوس اليمينيشن. طيب هسه هون بدنا نيجي لشغله بتريحكم، بقول لك الدولتل في عندي الماتريسيز ال L وال U ممكن نوجدهم من خلال مين؟ من خلال الفورورد اليمينيشن فيز تبعات الكومون جاوس اليمينيشن ميثود. في الدولتل ممكن نوجد ال L وال U ماتريسيز في الديكومبوزيشن فيز مباشرة من خلال الفورورد اليمينيشن فيز اللي مبني على الكومون جاوس اليمينيشن مش الرير. بالتالي كيف؟ بقول لك ال U ماتريكس هي نفسها الأبر تريانجولار ماتريكس اللي بتنتج من خلال مين؟ من خلال الفورورد اليمينيشن فيز تبع الجاوس اليمينيشن.
مش انا بالجاوس اليمينيشن بنحصل على ابر ترينجولار ماتريكس للايه، بالتالي بقول لك اليو هي نفسها الايه تبع الابر. ظل معناته مين؟ ظل علي الال. وفي الدوليتل مش قلنا كيف انا المالتيبليكيشن تبعنا هيو ال في يو، قلنا اليو هاي هي نفسها تبعت مين؟ تبعت الجاوس اليمينيشن بعد ما نخلص الفورورد اليمينيشن. طب بيظل علي مين؟ بيظل علي ال. احنا قلنا مش قبل شوي ال هذول اللي على الدياجونال هن كلهم يونيتيز صح؟ ال هذول كلهم يونيتيز. بيظل علي مين الانونز اللي في ال؟ البلوت دياجونال صح؟ هل كل واحد هون بلو دياجونال قدامه صفر في اليو؟ نلاحظ هذا قدامه صفر هون، وهذا قدامه صفر هون، وقبل الأخير هون قدامه صفر هون، هون صفر سوري، هون قدامه إليمنت قبل الأخير. وبالتالي البلوت دياجونال في الأل يكافئها بنفس الموقع في صفار في اليو صح؟ طب الصفار يا نشامة كيف حصلناها؟ هل حصلنا الصفار عن طريق الاوبريشن هاي؟ في الابر كيف صفرنا؟ مش عن طريق هاي العمود الفقري تبع الجاوس اليمينيشن ولا لا؟ متذكرين الحكي هذا ولا صرتوا ناسينه؟ شباب معك دكتوره. مزبوط ولا لا؟ مش الصفار اللي في الابر ترينجولر اللي هي هاي الابر ترينجولر، مش قلنا هاي نفسها تبعت الفورورد اليمينيشن؟ والصفار هذول كل واحد من الصفار حصلنا عليه عن طريق الاوبريشن هاي اللي قلنا العمود الفقري تبع الاليمينيشن. وبالتالي مش قلنا لك في حينه هذا بنسميه الملتبلاير اللي هو ام جي اي، يوم كنا نحكي عن مين هذا سميناه الملتبلاير ام جي اي. بالتالي بقول لك هذا الملتبلاير اللي استخدمناه حتى نعمل زيروينج لكل اليمنتس بكل مين؟ باليو ماتريكس، هو نفسه ال في الموقع المحدد، نفس موقع ال. يعني على سبيل المثال يوم جينا صفرنا هذا استخدمنا ملتبلاير ام اللي هو A21 على A11 اللي سميناه M21. بقول لك M21 اللي صفرناه من خلاله هذا هو نفسه ال L21 وال LN1، يوم صفرنا الإليمنت هذا هو نفسه مين؟ ال MN1. وبالتالي الملتبلاير اللي استخدمناه في الإليمينيشن فيز هو نفسه الفاليو تبعت مين؟ تبعت اللور تريانجولر إليمنت. وبالتالي احنا هون عندنا الابر هي نفسها تبعت الفورورد، وكل إليمنت صفرناه هون استخدمناه للأوبريشن هاي، وهاي الأوبريشن فيها ملتبلاير اللي هو هذا، والملتبلاير هو سميناه ام جي اي، والام جي اي بقول لك هو نفسه ال جي اي في اللور تريانجولر ماتريكس. وضحت يا نشامه؟ هي هون بقول لك هي ال هي عباره عن هون يونيتيز، وهون نفس الملتبلايرز اللي استخدمناها حتى نصفر اليو. طب ظل عندي اخر خطوه، بقول لك دي شيء هي عباره عن الاوجمنتد فيكتور اللي هو الفيكتور تبعنا الرايت هاند سايد، بس بعد ما خلصنا الفورورد اليمينيشن فيز، بعد ما خلصنا الفورورد اليمينيشن فيز. خلينا ناخذ الاكزامبل على السريع، عارف انه ضايل دقيقه بس عشان نربط الامور عندكم. عندي هاي اي ماتريكس، وبقول لك باستخدام الدوله الحل السيستم هذا اسيومنج انه عند الرايت هاند سايد اللي هو 9 10 15. بالتالي اول خطوه انه ايش؟ انه نعمل الديكومبوزيشن. بالتالي بقول لك يوم طبقنا الفورورد اليمينيشن، لو طبقنا الفورورد اليمينيشن في الكومون جاوس اليمينيشن ميثود
بحصل على الأبر ترينجولر ماتريكس هاي، بحصل على الأبر، وهاي الأبر ترينجولر بالفور ديلمينيشن هي نفسها اليو. هون عندنا هاو ماني زيروز باليو ماتريكس هاي؟ ثلاثة، هذا وهذا وهذا. اوكي، بالتالي مش لكل واحد من هذولا كان في عندي مالتبلاير ام جي اي اللي هو اي جي اي على اي اي اي، وبالتالي اثناء الاليمينيشن هاي اللي هي التصفير هذول طلع عندي ام 2 1 ب 2 وام 3 1 ب 6 وام 3 2 6.25، بالتالي قدام هذا طلع ام 2 1 وقدام هذا طلع ام 3 1 وعند هذا طلع ام 3 2. طيب معناته ما عليه غير ايش؟ هيها لاحظ، هي عباره عن قلنا اليو هي نفسها تبعت الجاوس اليمينيشن الفورورد اليمينيشن، والال قلنا الال هي عباره عن اليونيتيز هون، وهذا المالتبلاير بيجي هون نفس الموقع، وام 3 1 هي نفسها ال 3 1 وام 3 2 هي نفسها ال 3 2، وبالتالي بيطلع معي هاي هي ال، وبالتالي هيك خلصنا الديكومبوزيشن، هاي اليو وهاي ال ال، هذا كله باستخدام مين؟ باستخدام الجاوس اليمينيشن ميثود اللي هي الكومن. طيب نيجي على السبستيوشن، السبستيوشن معناته هيو بدنا ال في مين؟ في دي از ايكوال تو بي. اوكي يا نشامه، هاي ال دي از ايكوال تو بي، وبنحلها لمين؟ وي سولف ات فور دي، معناته بدنا نوجد الديز، واذا بنمشي بالحل بيطلع معنا هاي الديز. بنروح للنكست فيز اللي هي بحل مين؟ بحل اللي هي يو في اكس از ايكوال تو دي، ومنها بوجد مين؟ الاكسز، وبالتالي طلعنا الاكسز وطلع عندي هاي قيم الاكسز. اي سؤال يا نشامه؟ وهيك وقفت المحاضره، انا شغلت التسجيل شغلته. اي سؤال يا نشامه؟ خلينا نوقف التسجيل. اي سؤال؟